بسم الله سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه طلعة ثانية إن شاء الله نطالع فيها. يعني أمس أنا طلعت الضباحية استأنست الحقيقة شوي، لو أنه ما كان في صيد وحاط ببالي بروح لكم سيف هاليومين، يعني قاعد قبل أروح في رحلة يعني طويلة، فصار ببالي اليوم أروح للمحادق الشمالية اللي هي منطقة الدوحة، أشياف الدوحة. وأشياف الدوحة لي ذكريات طيبة فيها، يعني زمان في الفترة هذه خاصة لما يصير شهر 10 يبرد الجو على طول أروح الدوحة، يعني أقعد فيها ساعات أتردد عليها إلى أول شهر 2، يعني يكون هالفترة هذه حلوة بالدوحة للشعم وللمزيزية، ويعني جدا حلوة. ولكن المشكلة أنها بعدين خربت كثرة الحداقة اللي فيها والقعدات والسوالف، يعني اللي راح الدوحة يعرف شو اللي قاعد يصير فيها، فما عاد تاخذ راحتك في الحداق مثل الاول. يعني قبل نجي المكان واسع والحداق اخف، تاخذ المكان اللي تبي تاخذ راحتك وتحدق، لدرجه اني كنت اروح اقعد 4 ايام 5 ايام 6 ايام ايام كرفان القديم. لكن الحين تغيرت الاحوال، ولكني بروح لو انه متاخر الوقت. يعني المايه العاده انا احب تكون على 8 على 9، لكن بروح في دوامات ان شاء الله، يعني ما حصل زحمه وحصل الأماكن اللي أنا مشتي أروح لها أني أقدر أحصل فيها مكان وأحط سنانيري فيها. والله يسهل إن شاء الله، أن الله يوفقنا إن شاء الله الليلة بالوزه والصيد بإذن الله إن شاء الله. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شفت صبيان ينبطون، كنا احنا ننبط لكن ينبطون بالليل. شوف قاعد ينبط بالليل، لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا بالطريق الحقيقة السيارات زحمة، اضطريت اجي مع الدائري السادس لان دخلت الفنيوز هذه زحمة، تقعد يمكن نص ساعة على ما تعبر منها، فقلت ما كل اني ادش من السادس على طريق الغزالي مرة واحدة يكون يعني أسرع شوية. وفعلا يعني حتى الآن يعني ماشي هذا الأفنيوز، صراحة شيء عجيب. هذه الزحمة اللي صايرة قدام، الله يسهل الأمر إن شاء الله. هذه جامعة الكويت، الله يذكره بالخير، مكان عملي القديم. هذا سكن الدكاترة، سكن الطلبة يكون هذاك اللي بين طرفه. هذه الونشات اللي تشيل الحاويات.
واحد يشهى تشهى لفة وتعال هتضيع وقت على ما توصل. إن شاء الله نوصل. إن شاء الله ما ضيعت. بس حاطين على اليمين ميناء الدوحة، إن شاء الله قدام يكون لفة. طلع في مخرج مدينة الكويت. الحين اخذ الدوار وارجع مرة ثانية. الحمد لله. الحمد لله. ما رحنا بعيد. لفينا الدوار تحت الجزيرة الجنوبية وردينا. لو ان كان في شرطة واقفين على الدرب سألتهم. ويعني معاملة طيبة الله يحفظهم. وقالوا لي تش مني وترجع على الدوحة. الحمد لله. أخيرا رجعنا على طريقنا الصحيح يومنا بالدوحة. إن شاء الله نلقى لنا مكان ناخذ راحتنا فيه. الدوحة حداقها كلها ساعتين ونص تقريبا أو ثلاث، بس لأنه بسرعة تجي وبسرعة تقرح. وانتو نصيبك. والله يسهل ان شاء الله. هذا المكان اللي ابيه. وكان قبل هادي ما في احد مثل ما تشوفون. كلها انترس كرفانات والاماكن كلها راحت، ما حد فيه مثل اول الهدوء. لكن هذا الكرفان، هذا المكان اللي جاي من انا اقعد فيه، لكني بقعد بالطرف هنا، باخذ الطرف واقعد احدق هنا. شوف في نزلة ما في نزلة نتأكد. بسم الله الرحمن الرحيم. في نزلة شوية الله يعينه على الصخر علشان اخذ الزاوية، لو انها شوي فيها صعوبة عشان اكون قريب عند الزاوية. وهذا المكان لي ذكريات طيبة فيه يا كثر ما كنت احدق. وقبل كان هذا داش داخل، كان في نقعه حق هيئه البيئه او شيء من النوع، لكن قصوه بقى هذا الراس. وكان هذا المكان يقعدون فيه الحشيش مالت الصيادين. وهذا المكان سبق سويت فيه لقاء، يعني برنامج الدريه جوني هني سوى معي لقاء حلو، ذكريات حلوة. فالحين راح أصفط وأخذ الزاوية هذه. أنا العادة مو متعود عليها، لكني السبب اللي خليني أخذ هذه الزاوية، هذا راس داخل، هذا راس داخل، يعني تقدر تحدق لو الماية قرحت تكون يعني موجودة. يعني يلا الحين ننزل نطق سنانيرنا، والله كريم نمسك المكان خلاص انتهينا ان شاء الله. بسم الله.
أول شيء العادة، تعال مكان أعوذ بكلمات الهتامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الهتامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الهتامات من شر ما خلق. اليوم هاد جايب تكرمون جواتي، أول مرة شاريها علشان الصخر، قلت أجرب اليوم إني عليها. الله كريم إن شاء الله، الله يوفقنا الليلة. مثل ما تشوفون الماية مقرحة، والأغلب الحداقة شوفوهم الليتات اللي قدام، هذول كلهم دفار داشين داخل. الله يسهل. حطينا سنانير، حلقة ثبتناهم، والماية توها ريضة، يمكن بلها يعني يمكن أتوقع ساعتين هلا ما توصل. أنا جاي مبكر بس عشان لحق أخذ المكين، والحمد لله يعني خذينا، مو مكاني المعتاد لكن جنبه، والحين عندنا وقت يعني ساعة على ما تجي الماية نصلي العشاء، وعقبه نضبط شغلنا وننتظر المايه تجي ان شاء الله. والله كريم الليله ان شاء الله يجينا شيء يعني ان شاء الله. اصبري شوي بس، ها اصبري شوي، اذا الله وفقنا مجوة ان شاء الله بتحصلين الليله عشاء ان شاء الله، ما عليك الا الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت المايه تقريبا اول وصلتها يعني ما ارتفعت، وقطينا السنانير، حطيت في هذه صلاخه وحاط في هذه شرايب. والله كريم ان شاء الله ننتظر، ولا الله كاتبه بيجينا ان شاء الله. المهم القعده حلوه، لو ان اليوم في رطوبه، الجو رطب الحقيقه، الجو اليوم غير، اليوم أشعر برطوبة وعرق شوية، لكن يعني الجو مو ذاك الحار يعني، والله كريم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا الحين صغار ونويتف هياكلون. الحين بشوف الشرايط طيروها ولا موجودة. الحين صغار حتى شرايب طيروها. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفتم اليوم قاعد حطيت كل انواع اليم حطيتها، ما في شيء، كله نويتف، ما في الا اللي جنبي واحد من اخواننا المصريين حد يطلع مجوه، بس ما في، يعني سبحان مغير الاحوال. هذه ميته وحلي نعرفها سبحان الله، لكن نكمل والله كريم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قاعدين والحقيقة يعني الصيد جدا ضعيف، و يعني مو مثل صيد اول، يعني العادة حتى يميام مشوه كبار، يعني الوقت هذا نطلع مزيجية شحم سبحان الله ماكو. يعني انا قاعد احط الحين شرايب واحط خثاق واحط صلاخه والربيان موجود، بس يعني ياكلونه بسرعه، يعني نويتف شغال، يعني ما في سمكه عوده، والله كريم ان شاء الله. في بقول لكم سالفه من السوالف اللي مرت علي في هذا المكان، هي سالفه صراحه يعني فيها طرافه ومحرجه، يعني لي من المواقف الصعبه اللي مرت علي. قبل كم سنة أنا كنت أروح السيف ذاك، هذا شاليه المجحم، وراه في هناك فجة كنت دائما أجي أقعد فيها في الكرفان القديم، وصارت لي في سوالف، منها سوالف آخر الليل اللي ما يحتاج، لكن الله حفظنا. لكن السالفة اللي كانت فعلا يعني حرجت فيها وحيل، يعني كان لي موقف صعب. كنت قاعد وكانت تجي سراية قوية على الكويت، وكانت سرعتها تقريبا 100 كيلو، والدنيا انعفست وقامت البروق تضرب قدامي، أشوف البرق ينزل من السماء يضرب في البحر، وقامت الغيمة والسراية تجي صوفي وقامت تضرب، قام الكرفان يهتز. فيوم شفت كذي والغبرة وعفسة ومطر وبروق، خفت ان الصاعقة تضرب مكاين الكهرباء اللي ورا ما
مالت الكهرباء. فقلت خلنا ننزل أسكرهم وأغطيهم يعني بسرعة وأرد الكرفان. خذيت لي طربال اللي أسكر فيه المكاين وفتحت الباب صعوبة من قوة الهواء يلا بطل. ويوم نزلت وهد الباب كان يصفق صفقة ويسكر. أنا كنت وقتها الله يكرمكم لابس مثل بنطلون كردي خفيف وكان سيره مو قوي يعني. فجيت سيد أمشي وتمسك بالسلة يا الله وصلت المكاين وطفيها كانت مكينة شغالة طفيتها وحاولت أني الطربال أسكرها بالطربال وأنا حط ضربتني السراية صرت أنا مركزها بغيت أطير وطار مني الطربال وقعد أمسك الطربال وأنا ماسكه وحالتي حالة كان يفلت السروال الكردي نزل طاح وأنا ابتلش وأمسك طرفة أنا أمسك الطربال ولا أمسك تكرمون هذا سروالي وحالتي حالة كان موقف يشوى أن ما في أحد عندي كان يمكن أحد صورني ولا هذا كان موقف جدا محرج. فابتلشت الحين والله آخر شيء قلت السروال المهم خلي الطرفال يصير خير وأنا أمسك وأرفع هذا الكردي وجيك راد أبدش الكرفان خلاص قام يعني ما قدرت أتنسم من الغبار والعاصفة القوية. جيت عادة ببطل الباب قال الباب والله ما نبطل أحاول فيه ولا راضي يتبطل سكر مرة واحدة هذه والله البلجة. وقعدت أنا بوسط السراية ما أدري شو أسوي احترت يعني انحفست مخي ينشل وين أروح وين أتسمى وأتذكر باب السايق مفتوح وسيدة أروح أركض الباب السايق ضد مع الهواء ودش السيارة اللهم لك الحمد والشكر. دشت السيارة ارتحت مقبر حالتي حالة. آخر شيء المشكلة أني حاط غداي وعندي علاج لازم أخذه يعني ضروري. فالحين شو أسوي دش أبي أتغدى وأخذ العلاج قلت مالي إلا في فتحة فوق الكرسي الثاني الكرسي مال جنب الراكب قلت مالي إلا أدش أحاول من هالفتحة والفتحة ضيقة وأنا ما شاء الله يعني مو شوية متين قلت أحاول إن شاء الله إني أدش والله وعدل نفسي وأطمر على الكرسي الثاني وتعدل ودخل راسي مع الفتحة وتقلقص وحاول يوم صار نص جسمي كان أوقف وأنا تقلقص لا قدرت أرجع وراء ولا قدرت أدز نفسي وأقعد لي 5 دقائق يلا تنسم لا حول ولا قوة إلا بالله يعني نهايتي هذه آخرتها قاصب فتحة لا حول ولا قوة إلا بالله والله من يعني من حر يعني الروح حالات الروح وأنا أحط رجليني على الطبلون اللي وراء وأدز نفسي باللي يصير لو تشقق المهم أدش والله وأدز نفسي ذيك الدزة وأنا أطيح على السرير عليه غداي وعليه هذا وأطيح وأقعد ما صدقت أدخل وأدش أروح تكرم الحمام أغسل وجهي من الغبرة وأريح شوي وأخذ نسم وبعدين تغديت الغداء عقب ما فرد وأخذ علاجي وأقعد لين تعدت السراية. كانت هذه ذكرى ما أنساها في هذا المكان اللي أنا يعني قاعد فيه.
نرجع لسوالفنا. هذا كان جنبي حاذف على سنارت وقاعد جر الخيط. من سوالف اللي يعني مرت علي يعني بالدوحة، طبعا دائما الحداقة أو واحد يطلع الحالة أو في الليل أو كذا تحصل لبعض السوالف، يعني هذا شيء طبيعي يعني. فأذكر مرة أنا كنت بنفس المكان هذاك بالليل، كانت الماية فوق الـ11، فجهزت قبل الماية، جهزت حطيت الكرسي السنارة يعني على بداية الرشة، قلت أنزل أحدك، والمكان صخم ما في أحد، كان تقريبا يمكن نص الأسبوع. يوم نزلت مجرد ما وصلت الكرسي وقعدت ولا أحس أن أحد وراي، ويكش شعري كله كش، وتجيني هذيك الوحشة، استحشت والتفت ما في شيء، والكشة موجودة وأحس أن حوالي أحد على طول سميت، وعرفت أن اللي حوالي من أهل الأرض جاي بيلعب عليه شوي. على طول كنت أقرأ وأتكلم وخاطبة، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والكشة تزيد، كل ما أقرأ تزيد، كأنه يعني في صراع. وأبدأ وأقرأ آية الكرسي بصوت حالي، وأقرأ، وقفت على حيلي أتلفت وأنا أقرأ آية الكرسي وآمن الرسول والأدعية، يعني أنا عنت أني أقعد مكاني، ما أظهر خوفي ولا أركض الكرفان ولا شيء، قلت لا أعتمد على الله إن شاء الله بكلماته التامات إن شاء الله أتحرى. وفعلا قريت 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 سبحان الله قبل أحس أنه راح، وتجيني هذيك الريحة، ريحة عمري في حياتي ما شميتها، ريحة عفنة زنخة تخنق النسم، جت بوجهي، ما أدري هو سواها بوجهي يوم حجز عني، ما أدري شو اللي حصل، يعني خنقة يعني ريحة، وأنا مكان من اليوم قاعد فيه لا في ريحة لا في يعني شيء فطيس أو سمك، لكن سبحان الله فعلا هلا بذكر الله تطمئن القلوب مع القراية، وهذا سبحان الله عقب حسيت بالأمان وراحت الكشة ورديت لوضعي الحمد لله، وقمت أحدك ليلتها وصدت بعد صيد طيب. وهذه تصير صارت لغيرها وغيرها وأقوى منها بعد، لكن الإنسان إذا قرأ دعاء المكان وحصن نفسه بالقرآن والأدعية، يعني لو كانوا حواليه لكن ما يذونه ما يقدرون يجونه، الله سبحانه وتعالى يسخر له ملك يحافظه منهم، والحمد لله. هذه من بعض السوالف اللي مرت علي في الدوحة، وما في صيد ما كل سوالف، إن شاء الله ننطر بعد ساعة ساعة وشوي جود الله يجيب لنا خير إن شاء الله. السلام عليكم. يعني عشان نستانس هذا مزيزي.
زيز صغير ان شاء الله يجي خول عود ان شاء الله.
الله الرحمن الرحيم. حلو لا ضرب علي يوم تبعود يوم قربني فلت، وهذه جبن صغير الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذول مزيزية حلالي، هذا بالها وتوفى، الثاني رديته. استفعت الماية شوية قامت تقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أجواء القاعدة، كشاف، هذا الكرسي، ترمس واغراضي والسنانير قدام. بس الحقيقة رطوبة اليوم، رطوبة يعني تحسست ما جبت المروحة اليوم، حس في الرطوبة. الحين الماية بدأت تثبر، يعني حدها ساعة متوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيكم لمحة عن أجواء المكان، وشوف الماي زينة. هذا الماي ما شاء الله الحين صاعدة. لكن السمج ما هو ذاك، هذا خيطي مرتخي. ان شاء الله يكون في شيء.
أول الماية قاعد تنسحب، نبي نصوره ونشوف. مجازي نشيط صيدنا اليوم، اغلبه كله مجازيه صغار، مجازي منتشر يعني، لكن كله صغار. خلنا نرده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ميامة حجم طيب، والحقيقة ونشتنا بالسحبة، قامت تقاوم مني ومني، وهذه الوناسة بالسحب.
أيام زينة لكن بردها، يعني احنا طامعين بشهم زوين مزيجية، لكن هذه سمكة زينة يعني قبل ناخذها، مو ما اخذها، لكن الحمد لله عندي سمك وخير، لكن المهم الوناسة وسحبة السمك، نبي نردها ونقطها والله كريم، الماية طافحة ان شاء الله يجينا اكبر من هذه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صدنا شحم، يعني الحمد لله صدنا مزيزي وصدنا شحم، عاد احجام صغيره ما هي هذا، لكن المهم ان صدنا طلعنا شحم وطلعنا مزيزي، خلنا نرده عشان يكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. جوع بسم الله الرحمن الرحيم. وخلص حداقنا اليوم، خف النابر، عاد في نابر مع ان الماية حاضرة بس خلص نابر خف، والحمد لله ليلة استانسنا فيها، عندنا ذكريات، يعني ما في ذاك الصيد لكن الاجواء حلوة، البحر حلو قاعد عنده بس كافي والحمد لله، وإن شاء الله ما يندرى إذا بكرة لنا واحد بعد نغير لنا مكان، مجرد كذي تغييرات إن شاء الله، ما ندري إلى بكرة، والله كريم إن شاء الله. يلا صبحونا على خير.